طالب وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون إسرائيل بعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تصعيد التوتر الراهن أو إبقائه عند الحد الأدنى، مبديا اعتقاده أن الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرار الرد على الهجوم الإيراني. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير خارجية بريطانيا وألمانيا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرصوغ في القدس المحتلة، حيث طالبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك خلال اللقاء بفرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيرات الإيرانية بعد الهجوم الذي شنته مؤخرا على إسرائيل. ومن جانبه دعا هرصوغ المجتمع الدولي إلى التصدي بشكل حاسم للتهديد الذي تشكله إيران، معتبرا أنه يقود الاستقرار في المنطقة.